اهلا وسهلا سيدي، لاباس عليكم؟ كنتمناكم تكونوا على خير وبخير. اليوم البنات غنشارك معكم الطريقه باش كنفصل العبايات ديال الصلاه، نزولا على طلب واحد جوج اخوات قالت لك عافاك صحي لنا، قالت علاش لا ندير فيديو وتشوفوا الحبابات كاملين، وفي الاخر ديال الفيديو غتشوفوا العبايه ديال الام وديال البنيه وعبايه اخرى في الكرونه. ان شاء الله تبعوا الفيديو، وفي الاخر ديال الفيديو وغتشوفوا حتى الهدايا اللي ديت لخواتاتي ان شاء الله. هنا البنات كتاخدي ثوب تكون فيه متر ونص، اكيد ثوب ديال سواء الكريب سواء الروزه سواء الريحانه، متر ونص كتثنيها بحال هكا صافي. كتخلي فيها هذا، اول حاجه كدير الفتحه ديال العنق، كتشد الراس ديال الثوب كديري واحد 10 سنتيم، كتعبري الكتاف اللي عندك، مثلا انا عندي هنايا 44 في الكتاف وغنخلي 14 سنتيم زايده، هي هذه اللي كنعبر دابا 14 سنتيم اللي زايده، هذيك هي علاش كتجي العبايه هكا هابطه من الكميم. الفصاله ديال انها تكون هكا واسعه يعني عريضه وهابطه من الكميم. الطريقه اللي غندير لكم راها واعره كتصلي وانت مرتاحه صافي. هنا يا البنات صافي زيت العبار وكتهبط من الفوق حتى لتحت، تخلي 4 سنتيم وانت طالعه حتى كيبقى لك نص سنتيم. لاحظوا انني كان هنا عندي 34 في الربع، في الربع 34 كنديرها في الربع وكنديرها في الهبطه، هذه اللي علمت دابا 34 قد الهبطه هكا قد الربع. هنايا كنعمر الراس ديالكم اللي من جهه الكتاف، هذه هما الكتاف، هنا هو تكون الهبطه ديالكم. رانا كنحاول نشرح وكنحاول نبسط بشويه بشويه، واخا الفيديو غيجي فيه بالحق ما فيش بزاف، فيه 17 دقيقه ولكن راه مشروح مزيان، يعني راه ساهل الحاجه صغير واحد يحل عقله شويه. هنايا صافي بديت هبط هذيك الهبطه قلت لكم ديال من سنتيم حتى 4 سنتيم، بحال كتعبري الفوق سنتيم وكتبداي هابطه وتزيدي هابطه وتزيدي حتى لتحت 4 سنتيم صافي. وهنا كنحل الجهه ديال اللي غيلصقوا فيها الكمايم، هنايا غادي نجي حتى لهاد الفتحه وغادي نخلي 14 سنتيم بحال الفوق، بحال اللي خليت من جهه الكتاف 14 سنتيم والتحت غنخلي 14 سنتيم. دائما استعينوا بالطباشير، ما ديروا ستيلو، الطباشير ديك الساعه كيتوسح السيلو راه كيلصق في الثوب. هنا غادي ندخل ب 14 سنتيم وغادي نخرج شو صافي، وغادي نهبط نيشان بسنتيم احسن لتحت. صافي هنا كترجعوا للزوائد اللي بقاو كتقادوهم، صافي كتبقى غاديه حتى كنهبط مع العبايه كامله. انا خليت فيها متر ونص قد الثوب نيشان، متر ونص حيت لي شويه من العنق وخديته من التحت وشوزي، يعني يالله غيجي هو هذا باش كيبقى هابط على الرجلين. لاحظوا ان هنايا في التحت حيدته وخليت وباش ما يبقاو دوك الرجلين هابطين كدير واحد التقويصه هكا دايره، هذه ما كتخليش الجلال هابط هكا طايح من جناب العبايه. هنايا دابا يا غادي نعبر الثوق، غادي نخلي واحد 12 سنتيم 12 وغنديرها هكا حتى القنيطه اللي حلينا،
هنا علمتها وحيت الظهر. الظهر رشوني كيف حيتو عندكم، تخليو كل شيء وتقطعو، كتحيدو زيها وكتقطعو زيها صافي. هذه هي الحلة، درت فيها 12 سنتيم لأن العنق محلول ما والو. يلا كتخشى فيها الراس، هنا كنعبر الكتاف، وكنعبر داك اللي زايد على الكتاف، اللي زايد على الكتاف اللي هو 14 سنتيم. مثلا انا عندي الفم في 60 سنتيم، غنحيد داك 14 اللي خليت في الكتاف، وغادي نضرب هنا اداره تقليه 46 سنتيم. هادو هما الكمام 46 سنتيم. وهنا كنرجع العباية، كنعبر الكم من الفوق، كندير قد الكتاف الكم باش يجي قد الكتاف. وهنايا كننزل بحال مثلا عند الفوق 34، لتحت كنخلي 22 او 23 او حتى 24 على حساب باش تلصقو على السيف لتحت، ودي مجموعة ودي واسع لكم تصلى المرا بيه وهي مرتاحة. هنا جينا الأهم مرحلة وهي العنق. هنا خص ضروري من هاد الطريقة اللي غادي ندير معاكم باش نلبسو العنق، ما يبقاش بين لا سوزي لا خدمه فيه لا حتى حاجه، وما كيتقطع وما كيوسع ما والو. بحال هاد الطريقه اللي كندير ليه، كتخلي العنق يجي مجموع وزوين، ما مسنتف ما حتى شي حاجه. هنايا كتدخلها وكدير ديك الدوره ديال العنق بهاد الطريقه، كدوريها وكتجي البلايص اللي بقاو خارجين على الدائرة، وكتعبري 7 سنتيم، وانت غادا 7 سنتيم 7 سنتيم، ودوزي البلايص اللي علمتي بالطباشير، وتحيدي الزوائد اللي كاينين. البنات الخياطه ولا الطبخ ولا اي حاجه ما كتحتاج ان نتعلموها من شي حد، كتحتاج شويه الذكاء. انا بالنسبه ليا لا الطبخ لا الخياطه ما عمرني قريت عليهم شي بلاصه، وقسما بالله ما قريت عليهم شي بلاصه. و الدبلوم اللي خديت ديال الطبخ راه غير مكتب، وما قريت عليه ما حتى شي حاجه، دوزت الامتحان نجحت فيه وصافي اخذ الدبلوم. انا هوايتي الخياطه والطرد والطبخ هوايه ديالي، وانا عندي 12 عام خرجت من المدرسه ما كملتش القرايه، سنه اولى اعدادي خرجت صافي، التجأت للطبخ غير في الدار والخياطه، الا الطرد الرباط اللي كنت كنمشي عند واحد الصديقه ديال الوالده وكتعلمني. اما الخياطه والفصاله والله ما علمهم ليا شي حد، بوحدي كنعشق الماكينه كنعشق الخياطه. عندي الماكينه جيبها لي الوالد من طاليان الله يحفظه ويعطيه صحيحته، هي اللي كتكون عندي دائما. وملي كنشيها شي حويجه شي مره كنخدمها كالوجوه، وشي مره كنخدم غير راسي وهي غاده. مهم كنلقى راحتي في الخياطه. هنا الثالث صايبت الشال اللي خليت فيه 50 سنتيم على متر ونص، وهنا غادي نقاد هاد الطرف الكبير هو اللي غندير البنية، ما غنفصلوش قدامكم حيت صافي فصلت العبية الكبيرة. هنا غادي نقطع واحد الطريف، هاد الطريف هو اللي غندير بيه الفريفرات اللي في الشال. في الاخر ديال الفيديو غتشوفوا المرأة لابساه. بقاو معايا الله يجزيكم بخير، واللي وصلت هنايا دير لايك وتحط لي التعليق باش نعرفكم راكم غادي معايا تتفرجوا الفيديوهات وكتسمعوا الصرح. هنا البنات ديتا درت سورجي
وجبت معايا الدونتيل، وهنا كنعلم بالطباشير. بس ما كتفوتوش الخط ملي كتبغيو تلصقو الدونتيل، وحتى الدونتيل غنوريكم الطريقه السهله باش تلصقوه، ومن عندكم معوج ليكم في الماكينه. بالنسبه للبنيات اللي مبتدئات ولا العيالات ولا المهم اللي بعدين، هنا البنات كنوريكم ان ممكن تشدوها بالفنايت، وممكن تشدوها غير من جهه واحده بالفنايت وهانتوما مخيطه، انتوما مخيطينها. الا بغيتوا تتاكدوا وترتاحوا، خذوا الفنيتات ديال الشال وثبتوا بيهم. كتخليوها هكا، كتقادوها، كتحاولوا القنيتات ديال الملاقية التحتانية يكونوا قد. هنا دزنا المرحلة ديال الخياطة. هنا شفتوا كيف انا ما شديتش بالفنيتة، ولكن الهرم اللي تحتاني شديته بالفنيتة. صافي كتعطيوها الخاطر بشوية بشوية وكتهبطو، حيت راه هكاش انا كنقل غير من الناس باش كنخيط. ملي كتعجبني شحال كندخل لجوجل هذا اليوتيوب، وكندير الطريقة ديال الفصالة ديال سواء عباية سواء قفيطين سواء، وكنتعلم غير هكا، كنشوف الناس كيشرحو وكنتعلم. انا عندي واحد الحاجة، الا شفتها ولو نكون غير من حدا الواحد، اي حاجة شفتها كنمشي للدار كنطبقها. صافي اون فوا كنشوف الحاجة صافي كنحفظها. هنايا مهبطت بالخياطة ورجعت عاوتاني طلعت، غادي نوصل حتى للقنف ديال العنق، الدورة ديال العنق، وغادي ندور عاوتاني باش نهبط الهبطة اللي بعيدة شوية بشي 4 سنتيم هكا. انا عزيز عليا انني نخيط وانا كنقف الثوب، يعني ما كنبغيش الخيوط يبقى وهكا ولا نبدا، لا انا كنخيط وانا كنقف الثوب. البنات راه تشوفوني محنيه، راني في هذا الفيديو راه في شعبان ونسيتو. اليوم باغا نصور فيديو عمر لي التليفون، دخلت باش نخوي التليفون لقيت الفيديو راني محطاش وراني ما مونطيتوش. ايوا عاد في هاد الليل كنمونطي الفيديو باش غدا ان شاء الله نحطو لكم باذن الله. هنايا درنا خياطة من الوسط والخياطة من الجنب. هنايا جات المرحلة ديال داك العنق، شفتو هاكا كيلصق، غادي ندورو بيه بالخياطة كلها، عاد نقطعو الدونتين. شو صافي دابا عاد نقطعوهم الخيوطة ونحيد الزوائد اللي زايدين ديال الدونتين، ونثني عاود تاني الثوب ونجمع بالخيط. صافي عطوه الخاطر باش كيجي مغلف وما كيجيش رقيق، ما كيوسعش، ما كتقطعش السبيكة، كتبقى شادة راسها، كتبقى لكم العباية زوينة. البنات راها طلعت غزالة تبارك الله، لا هي لا ديال البنية الصغيرة، وانتوما غادي تشوفوا ان شاء الله ملي غنكمل غادي تلبسوا من الام والبنية ديالها. بالنسبة لهادو راه ماشي ديال الكليانات، ديال الكليانات خرجتهم. هادو ديال الناس قراب ليا، هادو هدايا خواتاتي، صيفط ليهم هدايا، قلت احسن حاجة نهديهم
في الدخله ديال رمضان، عطيتهم اليوم في شعبان، باقي كاع ما دخل رمضان ملي عطيتهم اليوم. راه قلت لكم نسيت الفيديو هنايا البنات، شديت راس ديال الكمايم درت ليه لوغلي وغادي ندوز ليه هاد السبيكه. هاد الطريقه عطيتها لكم بسيطه باش تقدروا تلصقوا على الستيك. هنا ملي لصقت الدونتيل غادي ندير ليها ديك الفتحه وغادي ندخل ليها الستيك اللي رقيق. انا ما بغيتش نلصق الستيك غير بالماكينه، انا بغيت ندير لكم الطريقه باش تشوفوها انها سهله الخياطه. صافي هنايا غادي نجمع الثوب مع هذه، وهنايا كملتها غادي نديها المصلوح وانتم غادي تشوفوها ملبوسه ان شاء الله. كنتمنىها تعجبكم. هذه الاخت ديالي وبنيه ديالها، هذه البنيه راه دعايا ولدي قد وقدها مفوتين بيومين، وكنت انا مرض رضعتها 5 شهور، واختي كملت له الرضاعه هو وبنتها 2 عامين. هنا راه هذا المصحف اللي هديتها هو السجاده، هادو كيف قلت لكم هدايا لخواتاتي. السجاده بالمصحف، اختي الاخرى صيفطت لي التصويره حتى هي، انا غادي نحطها لكم. بالنسبه اختي الصغيره درت ليها هذا اللون الكرونه، شفتو كيف تيجيو؟ تيجيو غزالين، احسن هديه فرحوا بها ما قداتهم فرحه. صافي هديتهم عبايات الصلاه وكانت اجمل هدايا بالنسبه لهم، وهديت لهم المصحف وهذا السجاده. البنات قولوا لي الراي ديالكم في الهديه، قولوا لي رايكم في الخياطه والطريقه، كنتسنى التعاليق ديالكم زوينين اللي كيفرحوني. وهنايا هذا هو المصحف اللي هديت لاختي الصغيره هو السجاده، بحالو هديتو لاختي الوسطانيه، انا الكبيره فيهم، انا كبر منهم واخواتي صغار مني. هديت لهم بارفان ديال اميره العرب. هادشي اللي كاين، وتصبحوا على خير.